ما عكس ممكن ما عكس بس نواف يا جماعه ترتبط عين وسام يمكن شوف هذا انت بيجيك بيجيك عندك مع ابو فالح بس ابو فالح خلاص لا ابو فالح زي حق زي حق ها اذا ما جاك زي حق المدينه اليوم كم يوم والله ماني فاهم احنا اليوم كم في العشرينات لا ما لك لو كيف ايش احسن واحده ايش دكت انت ها احسن معجنات احسن اليوم تردني عجينه اليوم 26 سفود عبد الله بيتكلم هذه موضوع مهم والله انا موضوع الجمعه 26 انت معنا في 27 والله لازم تكون مرتب يلا والله ما لي بهاي ابو انت معنا في والله انت مجموعه ايه ها تعرف الرابع عند الثالث بس والله ودينا والله سلطان مليان مسعود عندك قهوه عندي انت معنا عندك قال تروح تضبط خلاص تقول زوجي بطني لفت انتباهي الكلمه دي ايش رايكم نبي نتكلم عن الشخص اللي يضرب زوجته من لا شيء على اسباب تافهه انت ما طبختي الطبخه الفلانيه قف اتكلم انا طيب خلينا مين 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 نمر على واحد واحد افضل يعني انقر انا انقر من الناس اللي انقر طيب يعني مثلا انا اقول اولا دقيقه اسرع جهد عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله لا قاعد تستهبل علي اقوم اتركك انت ويا جلستك طيب انا باقي ابغى اقول طيب جالس اقول لك كلمه انا الجلسه ما هي متزوج الا انا فانا ارى انها غير مناسبه لي لا 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 فتقعد تقوم وتقعد لا 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 غير مناسبه شكل عام انا بروح بروح والله 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 يا عبد الله ما يبي يتكلم خله يا رجال سخر الزواج قلت كلمه واحده طار يمكن انا عليك فوكس ما في السالفه هذه مهمه مقيوله السالفه هذه مهمه مقيوله لا عندي لا مهمه مقيوله قلها وش الكلام ذا حماده؟ ما يقولها يقولها ما يقولها حماده عزيز يقولها لا عزيز ما يقولها عجم يقولها يقولها حماده حماده ما يقولها حماده ما يقولها يا عبد والله موضوع سيء عبد ما يقولها مثال ما ادري انا حماده يمكن في شيء يصير برا انا ما نننننننن ما ادري يسولف جاي يبي يسولف يا حبيبي برنامج ترى الريال مو بتعلم السوالف اوكي اذا ما تعرف تسولف عند هالك لا تجينا هنا احنا نقاش يسولف احد خذ رايك انت اخي ايش فيها احد خذ رايك مش احني اليوم ليه دقيقه يا سلام يا احمد رحيم سلام في الموضوع انا اشوف ان الرجل اللي يضرب زوجته ضعف شخصيه شيك بك لا تقل ولا يملك الشجاعه لا تشارك اسمع يا عبد الله عبد الله اسمع ضعف شخصيه ولا يملك الشجاعه ولا يسمى بمسمى انه رجل انا حلف بالله انه ما يسمى بمسمى انه رجل هذا اول شيء ولا يملك لا 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 لا, لا, لا اشو تكلم طال عمرك اضيف على كلامك اخوي هلا بالترتيب ابو عافان يعني مثلا يجيك انت ما طبختي الطبخه الفلانيه اوطع اضربها من لا شيء غلط اتحدى لك قبل رجال ما يقدر يسوي كذا تلقاه يتاذى من شيء خارجي يرجع في البيت يحط حرته على الانثى اللي في البيت ايش دخلها طيب خلينا نتكلم عن الضرب بشكل عام ها صلوا على الضرب الانثى اختك بنت بنتك بنت اختك بشكل عام اتكلم اتكلم يلا سلام يلا سلام والله ما عقلت يا بهاد اسلم يا ابو هاد موضوع مهم يا بهاد ايش فيك يا ابو عسى ما شاء ريالتي ها يا بهاد الرجيل اليوم مختلف يلا خله 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 موضوع مهم اقسم بالله موضوع والله يا اخي تكلم يا ولد تعال تعال بهاد تعال يلا شيل تعال تعال بهاد تعال تعال هنا تعال تعال هنا بابا بابا هبا ودك تمسك كلمه تحط عشب في المنيه لا لا هذا شوف ايش تسوي تدري هذا شنو اول شيء اللي ينقهر من هو يسمى رجل اللي من هو من هو يكون بالحدث عشان يضرب الكلام ذا من هو له هذه قله في الرجوله وقله بالعقل عشان العقل نقص انا ما رجال نقص شخصيه ضعف شخصيه جيبوه جيبوه يعني الموضوع يعطيه حبيبي وصل كلام مو هو الحالة في ناس يستمعون لك انتوا الليل مجنن كلامك لازم كلنا يسمعه اخلص تكلم خلص علينا شغلك انت وياه ترى من جيت الجلسه خربت انا خلاص ليش زعلان لانه هو دايم هو المتعود انه يجيب الموضوع يغار اذا حجم الموضوع غير يغار يغار هذا ضعف بالشخصيه وضعف بالرجوله ودك تكون انت بالموقف اللي ضرب حرمته ولا اخته كنت عشان تلعن والدين خلاص انت فجرتها ويدك خلاص ها صلوا عني قولوا لا اله الا الله اول شيء يا ابو محمد ابو محمد يا اخوي تكلم نافدا خاشمك عندنا موضوع صلوا على رسول الله صلوا على النبي انا عارف تربينا في وجهك صلوا على النبي اللهم صل على محمد والله موضوع زوج زوجتك عزيز ترى انت تطلع درو جامعه كلكم تجلسوا طيب اسمعوا زوجتك ما جت من بيتها لا تخدمك الا تبغاك تعزها
في واحد تضايق في الجلسه ما ادري ليه الرجال ذا ايش تضايقون الرجال ذا يضرب مرته ولا ما يضرب يضرب راسه في الجدار ترى بعض الرجال بعض الرجال ودك تبطح عشان يسمع السالفه لا لا مو بلازم يسمع السالفه المفروض يقوم من الجلسه يا اخي اذا ما عجبته الجلسه يقوم يا اخي ما ادري لا هو حس بشعور ما ادري وش اللي ما ادري وش انا وش حس فيه يا ولد ها خلوني عشان يحس شوف يا اخي عرف اني اقصد المفروض الواحد يتكلم بموضوع بعد يمكن ايش موضوع شو ضرب الزوجه لزوجها جبتها على الجرح يا عيال اسمعني ها هدي يا عيال والله بكره انا اسلم 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 يا ابو محمد دقيقه اسلم اخاف معكم المهم بقول الرجال تدري ايش ما في جديه نزل يا دخلت اسلم احمد احمد بالله خلنا نسمع سياف اسلم علي بجان الحرمه والله ما جت من بيت زوجها زوجها عشان تنضرب ايه ولا عشان تنهان ولا عشان يتكلم عليها بنت الرجال انت اخذتها من عند ابوها معزه مكرمه صح ولا لا صح لا انت طيب فزوجتك اذا ما عزيتها الرجال يضرب زوجته لا نايف خلاص ما بحلوه خلاص نتكلم يلا تكلم كل جعلات نشف في حلقك سياف كمل يا سياف المهم الرجال ذا يضرب زوجته والله ما هو برجال نعم ليش والله ولا يسمى انا ما ودي احدد عاد اللي يضرب الاهل ذولا هذا منتهي من كلامه ذا ما يعزها له فلا بيعز نفسه والرجال يضرب زوجته يدري انه يضرب في البيت برا البيت ويرص ينعظم سلامتك مو مشبه الرجال نعم احنا والله يا رجال نايف رجال بيضرب حرمة ما برجال لا تعال تعال ريان شحال طيب اسمعوا صب انا ابو عبد الله حرمة نايف صل على النبي يا نايف خلينا يتكلمون عسى ما شاء نايف والله تجلس والله نذر ما تروح خليه يروح يا ابوي خليه يروح والله ما يروح والله ما يروح طيب اسمع زين ولا عبود يا والله اجلس انت تعاني من الذهاب صباح لا 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 غير ولد الحين ببار صاف تعال الطاقه من قطعها لاقطع مروه من الارض كفو يا عمود كفو توضيح المخرج دخلنا عليه معصب علينا جينا طول عمر السلام قلنا احنا ما جانا اي خبر ان بدات الفقره حقتنا المجموعه ثلاثه انت معي قال انا بلغت ثلاثه من الاعداد الثلاثه الاعداد دول ما جونا والله ما جاء حبيت بس اوصل رساله تحط راسك عشان ما يفهم الجمهور ولا يفهم اي شيء سلامتك يا عيال الشخصيه مهمه انت ايش صار راسك يا عبد الله حاول تكون جدي بعض على ظهر موضوع اسلم اسلم مشكله نتكلم على موضوع اللي جاب عبد الله الشهراني انا باخذ الموضوع مثل ما قالوا زوم اول شيء انا فدي يوم يومك يا عاطب الضرب بك سعد من جده انا ما دخلت الحياه الزوجيه ولا اعرفها فبتكلم على الضرب بشكل عام من بعض الابوان انك بعض الاحيان ودك ان ابوك يطقك ولا يتكلم عليك الكلام اللي يقوله ولا يعاين فيك النظره اللي هو يحطها لك النظره والله ان ودي انه ياخذني ويرجدني بالجريده لين اتمدد بس ما يتكلم علي ولا يمد عينه علي مدة تحرك وتطرحك من عينه التربية دائم لها أدب ولها تفاهم الزوجة لها حقوق على زوجها والزوج له حقوق على زوجها توفى بطريقة أو توفى بطريقة وتسوى بطريقة وتتفاهم بطريقة ما هو بشرط كل شيء والكلام الطيب وفي حاجة مهمة جدا في الحياة ذي كلها المجادل 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 من أكبر المشاكل بين الزوجين كثر المجادل ولا وفتح الملفات القديمه وفي الاخير ما تسوى ما سبب الطلاق ولا عثره في حياتهم هذا اللي يدلي به وسلامتك يا الله وجهك ابو عبد الله اسلم يا ابو محمد سلمت عقب نحكي موضوع الضرب طيب غادي الظهر كلاس ابو محمد انا ابي حق هذا شرب الحق من ناحيه الضرب بشكل عام انا ماني معه لكن انا معه في اشياء ماني ضده بشكل تام لا كيف يعني في ضرب لا الحريم لا سلم عن ضرب بدأ في الضرب البنات لا أنا بديت في الضرب أجل الضرب النساء بشكل عام أشوفه ضعف عظيم جدا أو نقص بيكملها الرجل بيستغل على ضعف المرأة اللي عنده ولا هيك المرأة ترى ضعيفة والله يا كم مرأة عمية رجال اللي يجيك جيدة نشح والله العظيم والله يا كم مرأة ترجد رجالها لين ما عاد يتلفه طقت راس زوجها وسرحت مع الباب وجاي بالشنط حقته يا لا والله شباب تحسب هذا واشوف انه نقص في الرجل بيكمله ضعف المرأة اللي عنده
تلقى مره عندك. انا ودي المتزوج يرفع الطاقيه وراسه عشان نشوف وسوم شيء. اولا حلو، شكرا اخوي عبد الله. يطرح. عفوا اخوي حمد. وعصبيتي قبل شوي على طريقتك في اداره الموضوع المهم جدا. موضوع مهم بس ما حد. موضوع مهم، موضوع مهم، اتمنى تثير موضوع. انت جايب موضوع مهم جدا. حبيبي حبيبي. تكلم عن علاقات، عن يا اسر. يا سلام. يمكن يسمعون. عن المستقبل. فما تجيبه بطريقه، انا ادري انك اجتهدت بس يكون بافضل من كذا، اوكي؟ ثانيا عبد الله، عبد الله شهيب نرفزني بعد وانا اشتكي من النقطه. انه قاعد يجادلني. انه اذا احد اذا تكلمت لازم الكل يسمعني. لبيك. ما حد ملزوم يسمعك. اذا ما اذا كلامك ما جذبهم لا من اداب الحوار لازم تسمع. اذا بس طيب ما اسمعك لا توكل. لا 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 تكلم. ليش؟ خلاص لا تكلم. المجلس يا رجل. انا الحين دقيقه قبل نطلع شوي بجاد قروب عيال بيشه. عيال بيشه شوي لو سمحت. قروب عيال بيشه. انا بسولف يا اخي. يا الله. شباب 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 بعلمكم شيء. ابهاج علومك. طيب يا ابهاج شو الاخبار؟ طيبين؟ فيه شيء علومك. طيب فيه شيء يا شباب. والله انا متنرفز. اثناء الحوار حوار ولا بكره؟ تكلمت. اذا تكلمت بهاج 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 اذا تكلمت يكون الناس مو موجودين يسمعون. لو واحد يسمع خلاص وجه الكلام له. اما سالفه اسكتوا يا شباب كلكم اسمعوني كلكم ما حد ملزوم. اذا كلامك ما جذبهم ما حد ملزوم. طيب دقيقه. لا عزيز لا لا حمد اول والله ودك انهم يسمعون يطرح الموضوع. ابو سلطان ابو سلطان انا ما نبي يمك ما نبي يمك. طيب غياب انا عاني سولفوا اثنين لا 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 حماده حماده اترك يروح المهمني. حماده انت فاهم غلط يا شباب. ترى المحتوى اللي نتكلم فيه في المجلس ترى في ناس تسمعه. نعم. اذا انا قاعد اتكلم عن حاجه وحماده قاعد يسولف مع اخويا حماده ما احترم المشاهد اللي قاعد يتفرج. طيب طيب انت عندك محتوى يعني انت تبي مو شرط عندي لما يكون عندك محتوى الناس يسكتون كلهم. يا اخي عندي سالفه. بهاج 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 يتكلم جد حلو. حماده نتكلم جد كب ولا كلام. حماده انت اول واحد من الناس اذا تكلمت تبغى الكل يسمع. صح صح انا مسيطر. لا 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 مسيطر على نفسي. انت متسطر ما تسيطر. كم سطرها كان من قبل حاول تطلع. ايوه لا 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 مثل ما قلت لكم حوارك او لقائك حوار ولا بكره او مبادرتك ما حد ملزوم يسمعها. افهم انت افهم ايش سالفه. اسكتوا كلكم بتكلم ماني بساكت. يا حماده يا حماده بس يا حق مو مسكت. حماده حماده دقيقه دقيقه سكتك عقالي. اذا ما سكتت بهاج 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 محمد واي واحد مضطهد هنا انا افزع لك. تعال بهاج بهاج اجلس 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 يفزع بهاج. ايه روق ايه ابو هادي ابو هادي ابو هادي اجلس ابو هادي اجلس. تكي تكي على كل يا شباب على كل على كل. اذا سولف اذا سولف اذا سولف بهاج 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 انت تعرف ترى نتكلم في موضوع مهم. وانا اتكلم بعد انا لا احترام الرياجيل. لا لا ما سويت لك شيء. اسمع يا ابو محمد اسمع عليك منه ما يسوق شيء. على كل اللي بيسولف ابو محمد الله يهديك. والشباب يبون يسمعون سالفته. الشباب عندكم بتكلم في موضوع. طيب نبيكم تبهون معي كلكم. حال ابو محمد. اما سالفه التفت سياف التفت سياف سياف انتبه لي ما يصلح مو الكلام. على كل بالنسبه للزوجه يا عيال احنا موضوع حساس. بالنسبه لضرب الزوجه شركه شركه حقتك. شفت اليوم جت رساله شفتها حلوه. ضرب الزوجه اخوان عزيز 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 ما لقيتك هو مقياس للرجوله كويت هنا وللمروءه ولغيرها. بس والله الضرر ترى نوع واحد. والله الاضرار على الزوجه كثيره او على الانثى سواء نفسيه ولا جسديه. سواء فيه اضرار نفسيه. اقول لك الضرب واحد من الاضرار الجسديه. اقول لك يا بهاج الضرب ما ادري انا اليوم تعبان. هذا كبك رجوع الضرب الماء اسال نوار ابو عبد الله يا اخوي عزيز. خليني اقول لك سالفه. الضرب نوع من انواع الضرب. علم يوصلك ويتعداك. تقدم تقدم شوي يا قليل الحياه. تقدم شوي حماده حماده انصح يا شيخ المحزم. روق 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 روق
اخرقه يا ولد اخرقه. روق اسعاف اسعاف. حماد انا معك يا حماد انا معك. اسعاف. 6-1. حماد انا معك الله يسعدك. 10 انواع الضرر. بهاج بهاج. الضرر العانك انت بهاج. شوف 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 شوف. هذا الضرر. شباب 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 خلاص. خير يا جماعه. خلاص. كيف حلوين كذا تقعدون عاقلين؟ خلاص. والله ما عاد نقول شيء، اسفين اسفين. انتم كلكم خسيسين و انا خسيس انت. حماده هو الكفو. طيب الشباب يتكلمون عن ضرب الزوج، ايش رايك في ضرب المرأة؟ اللي يضرب المرأة ما زين. لا رايك؟ اتكلم جد. والله ما زين. والله بطنه. والله ما زين. والله ما زين. يا اخوان انا اشوف الرجال اللي مد ايده على مرأة سواء كانت اخته، بنته، اخته الثانية. زوجته هذا رجال ابو محمد بهاج هذا رجال ناقص ابن 66 ناقص نعم. طيب عيال هذا رجال ناقص ابن 66 ناقص هذا اللي ما باكل او انثى سواء حتى في ناس يبدون ايديهم شفتوا مقطع منتشر قبل ندخل طيب. البرنامج واحد نتق شنطه من يده عجوز تصوير سوق حلو وطاح للعجوز انا ارى انا ارى لا يكون يلا هسه نجرب يكون على يمين الصلاه وعلى يسار الصلاه تقطع رجال من الله طيب. من مد ايده على يد بنت يا ادري كلنا ندري ان ضربت الزوجه والاخت انها ما هي بزينه نقصن على الرجال نقصن على الرجال انتم تدرون احنا ندري طيب. والبسه تدري والجمهور طيب انا بتكلم لك لا 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 في لا صحيح الموضوع ذا معتاد عليه ضربه المراه بهاج 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 ممكن اتكلم لك ممكن اجل ذبحت 10 اسود ومسكت والرجل طلعت شو اسم ديرتي شو اسمها؟ الباطن الباطن تعالوا لي في الباطن عندنا مسجد صغير ما عندك محتوى اقرا اقرا بهاج بهاج لا لا تخيل حمد كان في سالفه كان في سالفه قبل لا تدري تدري وش اكسل 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 سجلت مع مسعود ما ادري يقول وجات ايد من فوق خلاص يا عبد الله عبد الله عبد الله اسمع حمادي 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 انا عندي انا عندي انا انا شوف مقاطع سالفه كلام بهاج صحيح اللي ذاك اللي نعرفه الان لكن تعال تعال بسالك انا بسالك انت وياه الضرب هو بس اللي ممنوع على المراه؟ لا في حاجه تواجد الضرب ضرر واحد من اضرار كثيره انا ممكن ما اضرب زوجتي لكن اضرها نفسيا اهينها اهينها بالكلام ما ضربتها انا بدون مد يد لا تحطون مد اليد انه بس اهم شيء تكون مد يدك لا سوف على الايذاء سواء نفسي ولا جسدي الايذاء الايذاء انواع كثيره يا رجال والله يا وجودي معك في غرفه واحده انه اذا نفسي وجسدي الكلام الكلام بهاج. يا اخواني كل واحد يحافظ يحافظ على اهله على حريمه اصبر حدين حدين هم شوفات يسمونهم شوفات ايش عرف في لحيتك مد اليد هذا واحد من الاشياء هذا اللي ابي اوصله طيب الحين بسالكم سؤال سؤال للجميع بالله دقيقه الحين بهاج دقيقه عبد الله عبد الله دقيقه وش تسني الحين بهاج ما في احد يضرب زوجته في ذمتكم لا والله واجد 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 يعني صدق نعرف خراب هذا العالم يجيك يعني يخربها يجي عند زوجته يوجمها من لا شيء طيب فيه والله بهاج جاري بالموضوع بس بهاج بسالك انا بسالك حماده حماده بهاج بيسوي يسوي شويه ريالتي طيب اسمعوني اسمعوني يعني هو حق ريالتي بهاج إيه بس لا اسمعوني اسمعوني عبد الله عبد الله سؤال وجواب عندك سريع اقل من ثانيه زين حلو صدمتك حرمه ولا صدمت حرمه بالغلط في السياره ونزلت وعطتك يا سلام وش يا سلام يا ابو رحيم اسمعني وش ردك لهذا لهذه اللحظه عن نفسي انا يعجبني الرجال والله العظيم ما المسها مدت يدها لا مدت يدها علي ما يبلغ عطت كذا مخمس هنا مزح بغيته تاكلون دقيقه 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 عطت جتك وتصدمت اصدمتها من ورا بالسياره ونزلت انت هي المخطيه طبعا هي المخطيه عطتك مخمس عطتني مخمس ايه طار زلفك ذا الصغير انا اتكلم شوف انا الحين بتمشي معك عشان من ناحيه مخمس خلاص زلفك واذني اي الزلف انا خلاص طيب معلش عنكبه خلاص طيب اوكي ابي جواب سريع سريع اسلم والله انا يمكن يمكن بس ما اضرب بس يمكن ارفع صوتي عادي هذه شو عندك انت وعطيتك كف ثاني لاربعة صوتك حلو ما عندي شيء لا خلاص لا اسكت اسكت ايه طيب اسكت احب سيلفي عبد الله عبد الله والله ما عندي شيء عبد الله ما اقدر شيء بغير ارفع صوتي اي ما نقدر نمد يدي ما اقدر امد يدي اخاف بس خلاص خلاص والله جوابي انا والله تنقف يعطيها ظهري واروح وش يعطيك شلوتي طال عمرك عادي بروح على وجهي اطق لي ما راح اول شيء بقول لك شيء هذه الطلق ما والله لا يجعل من المواقف تجي اي والله لا من كل آدمي لأن بعض الأحيان الواحد يطلع من طوره تمد اليد عليه وكل شيء أكرم ما على الإنسان وجهه حلو ومد اليد على المرأة نقص طيب نقص كبير لكن لا تدخل معها أصلا في نقاش علشان أنت ما بس أنت جاي تقول الحمد لله على السلامة يعني ما نبقى لها لا 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 الحمد لله على السلامة قع ليش؟ قع حمادة علي طلق نقص اليدها أخو علي
المرح هذه ناقصة التربية اللي في وانا بربيها انا بربيها بربيها من جديد نفسك انت لا لا هذه قوية مدت يدي سكت منها تمددها على غيري هذا وباء انا اقدر مريضة مريضة حتجدرون انا ما انا داعمها طيب صدمتها اي سك السيارة سك السيارة حولت علي اصفقها المرأة نص المجتمع لا لا اصفقني المرأة خفز على وجهي نص المجتمع اصفقني كل المجتمع اصفقني المرأة زوجتي والله انا ما محتاج اسولف في المرأة عشان موسيقى حزينة اما راهي ما تصفق ولا تمد يدك عليها خليها تدوروني ثارة سوالف عليك هذه معاك علامك انت ولا انت تقعد ولا حكم المراه ما عاد في محتوى المراه من يضرب المراه يا بهاج بهاج قول لي لا اله الا الله ما يحتاج النقاش قول لي لا اله الا الله انا بعطيك نصيحه انا بعطيك نصيحه لا تحاول لا تحاول تقوم الريال على سوالف اخوياك موضوع عبد الله واحمد له الحق لا اقوم لا اقوم عليك اقطع العقال على ظهرك لا انت رجلكم لا قوم جوده تكفى جوده جوده تعال وش العنصرية بينكم وش بينكم حماده تعال انا معهم بس عشانكم من هالجنوب عشان مشينا احنا حل من هالني حرام حرم دم لا لا السحام إيه؟ وجيه رجال شفت إيه؟ شفت لا السحام من القبائل كسار ما عاد رايح مني احذف 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 ما تشل العظام يا حذف اخو محمد حرم دم لا ما يحذف احذف الغرش يا علي بس ابو علي ما تشل العظام احذف الغرش استعي من الهميلي الا عشاني ماسك وخايف لان يدري ما له مهرب احلف ما يروح علي يطلق مجي والله لا تجي والله مجي والله لا تجي مجي ان خلي فرشه على موتي مجي احمد على حال نفسي نعم. صل عني انا ابغى هذا دقيقه 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 جيب 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 ايش رايك في السوالف ايش رايك في السوالف ايش رايك في السوالف هو ايش رايك ها ها ايش رايك في السوالف عقبتونا عقبتونا خلاص خلاص الى متى عقب حماد تكفلهم خلاص خلاص تكفلهم خلاص اكفلهم انت كفيل نعم ما يشوفوا في حلوقه خلاص خلاص انت عبد الله عاد في خاطرك شيء انا كفيل. والله ما الا عندي خاطر الا يطالبك خاطر وحده خلاص وحده وحده نبداك يلا خلاص بس شب شب خلاص حماد خلاص 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 دقيقه مو بالحين مو بالحين ما يجوب انت ليه موج يا رجل لي ثلاث ساعات في الجلسه خل 10 دقائق انت ما تاكل بعد يخرب تاكل ايش مايكي طايح هي خربانه ابو عبد الله ايش قال ابو عبد الله مو عشان ما تاكل ابو عبد الله تقول الكلام عبد الله الروقي اركض اركض انت عبد الله الروقي سلطان بهات على الهنجر يلا انا بروح بروح من معنا احنا باقي احد بهاد هل تجي يلا بهاد زي الجراعه على وطيه وجيهه اللي عادي حماد